أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. شارك الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة في حفل افتتاح النسخة 11 لقمة اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي تنظمه جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور الدكتور عبد الحسن حسن الديري رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية وعدد من المشاركين والمهتمين بقطاع المؤسسات الصغيرة وريادة الأعمال، حيث أشار الدكتور خالد فهد العلوي إلى أن احتضان مملكة البحرين لهذه القمة العالمية يؤكد جهود المملكة في دعم وخلق المناخ المناسب والحيوي لهذا القطاع، إيمانا بدوره الرائد والحيوي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة. يمكن من حسن الطالع اليوم انعقاد هذه القمة مع اليوبيل الفضي لهذه الجمعية، اللي طبعا احنا سعيدين بشراكتنا معاهم لتبسيط بيئة الأعمال في مملكة البحرين وجعلها محطة لرواد الأعمال والمؤسسات الناشئة في المنطقة. سعداء بتواجد هذا الكم الهائل من الخبراء والخبرات من داخل البحرين وخارجها نحو هذا خلنا نقول الثيم، الشعار الجديد أو العنوان الجديد للمؤتمر هذا العام، واللي هو الربط والتعاون بين المؤسسات الصغيرة والكبيرة. هذا طبعا سلوغن جديد بالإنجليزي، نحن متعودين أن نقول MSMEs، لكن SLEs هذه أكرونيم جديد، مصطلح جديد ارتئينا أن يكون يخرج من البحرين. شاركت هيئة البحرين للسياحة والمعارض في الدورة 25 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة التي استضافتها مدينة سمرقند في أوزبكستان خلال الفترة ما بين 16 إلى 20 من شهر أكتوبر الجاري. وترأس وفد الهيئة الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بحضور ممثلين من أكثر من 150 دولة، من بينهم وزراء وكبار مسؤولي السياحة حول العالم. وعلى هامش أعمال الدورة، عقد الدكتور ناصر قائدي محادثات مع سعادة السيد زوراب بولو ليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وركزت المحادثات على الخطوات اللافتة المتخذة لتطوير قطاع السياحة في مملكة البحرين. كما التقى الدكتور قائدي بنظرائه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد أهمية تكثيف الجهود السياحية المشتركة وأوجه التعاون للترويج المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي كوجهة سياحية رائدة. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. احتلت مملكة البحرين الصدارة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سرعة استجابة إنترنت الهاتف المتنقل، وذلك وفقا لمؤشر الاتصال عبر الهاتف المحمول 2023 الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA، وذلك في ضوء ما تتميز به البحرين من ظروف السوق المواتية عبر انتشار واسع للهاتف المتنقل وإطلاق شبكات 5G واسعة التغطية وتوافر البيئة التنظيمية الصديقة للأعمال.